أنا قاعدة؟ إي قاعدة. مع مين كنت البارح؟ قلت لك كنت مع ربعي. مين من ربعك؟ كلهم عارفهم واحد واحد. أوب، شو التغير هذا؟ قاعد تسأليني وأنا أروح وأنا أجي؟ مو زوجتك؟ مو من حقي أسأل؟ زوجتي؟ إي زوجتي، قلت أنا أصلاً زوجتي. لا عدل كلامك صح؟ زوجتي أصلاً يا مدام كان بإمكانك شنتين معاي وتقعدين معاي وين ما أبي وتعرفين أنا قاعد منو من دول لا تسليها الأسئلة السخيفة بس أنت اللي ما قلتي ما تبين أي ما أبي وأنت عارف رأيي بالموضوع ده زين ردينا بس اللي أبي أعرفه وش اللي جاب الروج على القميص حياتي كلها ما شفت مرة نكدية وتحب المشاكل وتحب الهم والغم أنا لما تزوجتك قلت إن أنا بعيش معاك حياة ثانية عيشة ثانية بس اللي أنا شايفه مو عيشة وانت شايف هذه عيشة؟ في بنت متربية وبنت أصول تقبل بالحياة دي معك؟ انت تحمد ربك إني أصلاً قاعدة معك ومتحملة وصابرة تصور انت عارفة ليش انت متحملة وصابرة وما ابي انا اقول ليش لان لو قلت وتكلمت المفروض ان انت ويا امك نصيحة مني لا تدققين وايد بحياتي لأنها راح تتعبين وايد عنه